عدنا للعبة فالورانت بمباراة جديدة نمط الرانك طبعا بخريطة ما بتعني لي اي شيء ما بحبها بنوم بس اوكي خلينا نشوف يوم بدها تكون هالمباراة. واحد اعيد التلقين ضعوا الحارس ازرعوا السبايك ستتحرون نصد عدو قتل الجميع في السبايك تبقى عدو واحد اعطيني غيره كان ذلك رائعا لكن لم ننتهي بعد. Let's go. 1-0 والاول على اللعبه خلص بكفي ما عاد بدي يكون اول اكثر من هيك شباب نسكافيه وخلص. طبعا احنا بس مباشر على قناه 1JJ1 بلس على اليوتيوب و 1JJ1 على التويتش وصفحه تويتش. من الافضل ان تركض يا سوفا اعيد تلقين اوكي اعيد تلقين سقطت السبايك في اي السبايك بحياتي اعيد التلقين اصابه بالراس اجهزت على العدو اوكي تبقى عدو واحد جو بعمير ليتس جو بوتشيت عملت اللي علي اخر لاعب باق يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة. أيمكنني الحصول على هذا؟ شكرا. البويزن هاي كثير ثقيلة. 1-2-3 هون. لا قتلت واحد بس الثاني يعني ما بصير. سقطت السبايك في بي. أنشأت الحاجة. السبايك في حوزة. زرعة السبايك. واحد لم اشك للحظه لنواصل القتال سلاح هنا حدا قال سلاح هنا فعلا ما في احلى من فالورانت بالعربي لقد توقعت ان نفوز واحده طلقه واحده بس لا المدفع وين بده يجوا يا ترى؟ حساس؟ هلا يا توب ولا مكان؟ حان وقت الطعام معذرة أحضرت ما يكفيني فقط ليتس جو بيبي يا سلام يا سلام سلم لا داعي للتفكير هذا عملي ازرعوا السبايك انتهى المزاح سأقضي عليك ما عاد في حدا اعيد التلقين شد عدد من الاعداء في الوسط قتلت كل هذا قتلت ثلاثة من فريقنا قتل هي حاسس حالي قتل عدو قتل اربعة سقطت السبايك في بي ويلا واحد للبنتاكيل بنتاكيل بنتاكيل قتل خمسة يسخر الجميع من الكفاءة الألمانية واصلوا سخري أيمكنني الحصول على هذا؟ أوه ماي جاد قتل خمسة لحاله بليز تايم فور سم ريل ستاف نحط له حد هلا بقى خلاص حان وقت الاختبار الميداني شوفوا بثلاث ثواني حيموت 1-2-3 وداعا ستبدأ المطاردة واحد هون ناخشوا هلا شوي لا الغدر والخيانة الغدر والخيانة لا يا حبيبي انتهيت شي مرة حدا قال لي لن ينتهي بعد واجبك ولا مرة قال لي حدا قال لي 5-1 أشعر بالفخر ذكروا أن أسلحتكم مجرد أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولا نعلمهم الأدب هيا فلنذهب تمت إعاقة الله هناك مقصد عدو في بي أغرد لأجل كل جروهم إلى سقطت السبايك في الوسط أمسكت بأحدهم بالتلقين إنها تموت ياخذ قناص تبقى عدو واحد
أعيد التلقيم. أثبت المدفع. أعيد التلقيم. عندك لير. يجب أن ينصب اهتمامنا على خناصتي رجعت لي. شايفين مال الحلال؟ خناصتي رجعت لي. متت قام أخذها العدو، بعدين رفيقي قتل العدو بالجولة اللي بعدها وأخذها منه، بعدين رجعت لي إلي. افسح رفيقي أساسا ما بلعب خناصة. كيانون واحد، كيانون ريفسون. ايه تعال تعال، حاجة تحوس وتلوس. ما اتلحقت ما اتلحقت، كثير شغلات عم بتصير كلهم عندي. يلا شباب يلا اربحوا الجيم، يعني اربعة عندي، اربعة قتلت اثنين. هولي شيت، قناصتي صارت مع هذا اللي هلا قتلهم. هذا اللي خسرناه. اداء رائع. 7-1. الى اين سنذهب هذه المرة؟ تذكروا ما نجح في الماضي. اضع الحارس. انطلق روبوت الانذار. اضع قنبلة سرد. هلا هيك اختلف الوضع شوي، هيك اختلف الوضع. سأحمي ظهركم. هيك بحمي ظهري. اذهب الى موتك. سقطت السبايك في بي. السبايك بحوزتي. لا مهرب مني. عليكم الهرب. يلا يلا حيطلع راسه، حيطلع راسه. هلا شوفوا. مو هاد مو هاد، واحد ثاني. لسه لسه كومون كومون. انا الوقت لابتكار الدعم. هل يحتاج احد؟ احتاج سلامتكي. اضع الحال. يحتاج احدكم شيئا؟ اضع روبوت الانذار. اضع قنبلة سرد. ايحتاج احدكم شيئا؟ يا اختي لا نحتاج شيئا، خلاص. احتاج احدكم شيئا؟ فريق مضياف. عود عود عود. طاح. هي اسمها هنا. ازرعوا السبايك. كمون. شو هاللطي هاد؟ عيب عيب هاللطي كله. فريقنا يتقدم. هذا كثير غني. انا دينا وهي لن تفتقد ذلك الاصبع. ايمكنني الحصول على هذا؟ شكرا. تثبت المدفع. انطلق روبوت الانذار. اضع قنبلة سرد. ليتس جو بيبي. هذا ممتعا. يلا تعال تعال، بدك تموت انت كالعادة. في عندي لاج. واضح انه عندي لاج. ارمي الشبكة. احلاك. تبقى عدو واحد. استدعي روبوتي. بدأ العد التنازلي. أضع الحارس. المنطقة آمنة. هنا هنا. آخر جولة في الشوط. ننفق الأموال قبل أن نفقدها. أضع الحارس. أضع قنبلة سرد. أضع روبوت الإنذار. تعالوا لعند الدادي. يعني كم تو دادي. نلت من أحد. كم كم. يلا من هون. أستدعي روبوت. تبديل الجبهات. أنصحكم بالسقوط بقوة. عامي البي هلا رايح على البي. ثبت المدفع. أقدامنا ثابتة. حدا شكله هون الخدعة. هناك محاضرة. قطعة السبايك. إيه. الروبوت يعود. الروبوت يعود. آخر لاعب باقي. وات؟ فريق فرش كله ليش؟ عرفوا مكاني. عرفوا مكاني خلص مشيت انتهت اللعبة. سوف تتناثر أشلاءهم تحت تأثير معدات وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة. سمعني الكلام؟ سوف تتناثر أشلاءكم تحت معداتي. أخي يا معداتي. لا بدنا نغير المكان استراتيجي. أضع الحارس. حان وقت التفجير. اسم المسدس القناصي. قافد عدو. سقطت
وصلت لسبايك في اي. ام قادم. هيا الى التراب. اخر لاعب باق. دورعت لسبايك. شت. ها قد عدنا الى القتال وانا لا اشعر بالتعب. ماذا عنك؟ ما حدا عم يسترجي يجي على البي يا شباب. لا هلا ما استفتحنا بزبون. حدا عم يجي على البي. انا حامل بي. اثبت المدفع. العاده بالبي بصير معارك ملحميه. كتار كتير. بسلام. آخر لاعب باق. سرعت لسبايك. لك شو عم تسوي؟ حرك حركة استراتيجية التفافية. كان قتالا جيدا. والله يعني ليك في مخ استراتيجي. بدك بالحكي عزيزي المشاهد. جهزوا أنفسكم. قاتلوا مجددا. نظرات خاطفة. انتهى المزاح. سأقضي عليك. بأي استدعي روبوتي. 11-4 وعم برجع الشباب. سأرمي الشبكة. ما فيني. أداء رائع. ما فيني ما بلحق. لنتسابق إلى مواقع السبايك. 11-5 هل يفعلوها يعني؟ هلا ماشيين كتير منيح. دمر المدفع. أضع قنبلة سرب. أطلقت قنبلة سرب. لا أي مس. قربت فوق على اليسار. حرام. ارقدوا بسلام. ارقدوا بسلام. يجب انجازه. يعني على القليلة على القليلة رجعنا القناصة. عندهم هذا اللاعب اللي هو ترتيبه الرابع على فريقهم. حسوا احسن لاعب باللعبة. لاعب كثير منيح. هنا. دمر المدفع. كمان. لون هيك قتلتني. مو الراس. الراس مو قلت انا. شوفوهم الى قبورهم. لاجل خالد. خالد. دوري عتلت باي. لا مهرب مني. لاعب باقي. ليش شو السبب ما عم نقدر نربح هون؟ دعهم يحاولوا التغلب علي. عندي احساس حيجوا على الاي. هيكسروا الروتين. ثبت المدفع. نافذة الشحنات. هون هنا. انتهى المزاح. سأقضي عليك. سقط المدفع. ليش؟ أداء سيء. حلوة حلوة. جميل جميل. يلا نهالجولة بقى. هناك هذا على الآن بالسموم. فكة فكة ما في حدا. فكة يا ابني. شو عم ساوي؟ ما فكة لهلا. طيب ما في حدا. هلا أجا. كان فكه وخلص اول جوله. اعيد التلقين. اول جوله نربحها. ادائي كان سيء جدا. لا يحق لهم فعل هذا. هلا ادائي سيء جدا بهي المجموعه. نقطه الفوز. بدنا نقطه الفوز. بي حيجوا بي حيشوفوا انه هن ما قدروا يربحوا بالاي حيروحوا على البي هالمره. ثبت المدفع. هيا معي. اتدعي روبوتي. الاستنتاج تبعنا ما زبط. اوه بعمير. ابو عمير فعلها. طلقه بالراس على الماشي. آخر لاعب باق. يلا هذا جالب الفوز. تبقى عدو واحد.
خارقة ذهن. يلا فوزنا خلصنا. شاهدوا هذا جماعة، إذا أنتوا بتحبوا فالورانت، إذا بتحبوا إنه ننزل منه محتوى أكثر ومقاطع أكثر وعلي من مستواي فيها، اعملوا لايك للمقطع واكتبوا لي كومنت نكمل بفالورانت، يعني هذا الشيء كثير مهم. تبقت 30 ثانية. وهذا هو الفوز بهي المباراة. إذن أراكم قريبا إن شاء الله. كان معكم عمر أول جنجن 1، ومع السلامة.